جلسا سويا والليالي مكمرة يتغازلان ويأكلان مجدرة. قال الحبيب ممازحا: يا زوجتي إني أراك فقيهة متنورة، إن العنوسة في البلاد كثيرة وكبيرة وخطيرة ومدمرة، ولقد وجدت اليوم حلا رائعا لو تسمحين حبيبتي أن أذكره. قالت: تفضل يا حياتي، إنني ممنونة لمشورتي ومقدرة، فأنا لمشكلة العنوسة عندنا محزونة وكئيبة ومكدرة. قال الحبيب: أيا ربيع العمر، ما هذا كلام حكيمة ما أكبره، لو أن كل رجالنا قد عددوا لم يبق من جنس النساء معمرة، فإذا قبلت بأن أكون ضحية ونكون للأجيال شمسا نيرة، فلئن رضيت فإن أجرك طيب، فجزاء من ترضى بذاك المغفرة. ضحكت وقالت: يا رفيقي، إنه رأي جميل، كيف لي أن أنكره، عندي عروس لخطة ترجو لها رجلا ليسترها الحياة وتسترها، فإذا قبلت بها سأخطبها غدا قبل الفوات فإنني متأخرة، هي لا تريد من النقود مقدما للمهر، أيضا لا تريد مؤخرة. فتنهد الزوج المغفل قائلا: هذه الصفات الرائعات الخيرة. قالت: ولكن العروس قعيدة سوداء عمشاء العيون مخترة، وضعيفة في السمع درداء لها طقم من الأسنان مثل المسطرة، والشعر يا زوجي العزيز منشر مثل الخليس فلا تسل ما أنشره، والأنف قال مقاطعا: ويلي كفى، هذه عروس زوجتي أم مقبرة. فتخاصم الزوجان حتى قبعت ما بينهم نار الحروب مسعرة، واستيقظ الجيران ليلا هزهم صوت الصراخ كأنه متفجرة، ورأوا أثاثا قد تطاير في السماء صحنا ومقلاة كذلك طنجرة، كأسا وإبريقا ومكنسة كذا، سمعوا استغاثة صارخ متجبرة. ذهب الزعيم إلى الدوام صبيحة لكأنه بطل المعارك عنترة، ما فيه إلا فتحة في رأسه، يده إلى الكتف اليمين مجبرة، وبعينه اليسرى ملامح كدمة كحلية وكذا الخدود مهبرة، وبه رضوض في مفاصل جسمه لكأنما مرت عليه مجنزرة، ومضى يقص على الرفاق بأنه قد حطم الوحش المخيف وكسره. ضحكوا وقد علموا حقيقة أمره، تبا لقد جعل الرجولة مسخرة. عاد الخروف لزوجه مستسلما ومعاهدا ألا يعيد الثرثرة. قالت: لعلك قد رأيت بأنني لخلاف آراء الحياة مقدرة، لكن لئن كررت رأيك مرة فلأجعلن حياة أهلك مرمرة. فانتبهوا يا رجال. الله ينور.